السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وفي احسن حال. النهاردة معانا الفيديو زي ما انتوا شايفين كده، منظر الليل الساحر ده. انا بحاول ان انا اصور لكم منظر القرية بالليل، شايفين عاملة ازاي؟ جميلة جدا. وده الكافيه، القرية ما فيهاش اللي هو كافيه واحد بس على البحر، اللي هو الكافيه ده مع القمر. طبعا بقى اغاني ام كلثوم واغاني عبد الحليم واغاني جميله جدا بيشغلوها على الكافيه، بس انا قفلت الصوت عشان طبع حقوق نشر. ده منظر البحر اللي هو قدامي، ده البحر زي ما انا قلت لكم، الكافيه على البحر على طول. طبعا في لعب اطفال وملاهي صغيره. انا ما اتكلمتش في الفيديوهات اللي فاتت عشان بس كنت تعبانه شويه، كان عندي التهاب بسبب تغيير الجو. انا عندي التهاب في زوري، ما كنتش قادره اتكلم خالص، يا دوبك ببتدي اتكلم دلوقتي صوتي يطلع. شايفين منظر القمر ومنظر الكافيه روعه. ده ابني، ربنا يخليهولي يا رب ويمنع عنه اي عين وحشه ويحرسه. هيجي دلوقتي اقول لكم، ما تنسوناش في اللايك، يا ريت ما تنسوناش في اللايك. وانا بشكر جدا جدا القناه اللي بتدعمني وبتديني الدعم، بشكرك جدا جدا. ودي الملاهي اللي انا قلتلك عليها، ملاهي صغيره للاطفال. هنا هيجي بقى يقول لكم ايه، ما تنسوناش في اللايك او الديسلايك، المهم التفاعل. ده منظر البحر اهو. هنا بيقول لكم ايه، علامه النصر، المفروض يعمل لكم لايك يعني. دي بقى القريه الصبح كنا بنتمشى، حبيت ان انا اصورها لكم. بجد القرية جميلة جدا، وهصور لكم اليافطة بتاعت القرية. دي الجنينة اللي قدام الشاليه اللي احنا قاعدين فيه. على فكرة هي قرية امنة جدا، يعني كنا بنسيب اولادنا لغايه الساعه 5 الصبح بيتمشوا فيها وقاعدين على الكافيهات وبراحتهم، ان ما فيش اي خطر عليهم في قلب القريه. يعني مش شرط ان انا انزل واروح معاهم واجي معاهم، لا كانوا براحتهم جدا. دي احلى حاجه كانت عجباني برضو. ده منظر البحر واحنا طريقنا للبحر، مفيش دقيقة ببقى على المية على طول. بجد قرية جميلة جدا بصراحة، أحلى 10 أيام قضيتهم في حياتي في المصيف ده. جميل جدا زي ما انتوا شايفين، فيه هدوء والزحمة ودوشة.
واللي عايزني ارجح له مصيف بصراحة يطلع على الساحل الشمالي، جميل بصراحة يعني، احلى من مرسى مطروح ولا اسكندرية والاماكن الزحمة دي. طبعا انا صورت لكم منظر البحر والبسين وكده، عملت لكم يوم فيديوهات بس للاسف ما كنتش بتكلم فيهم عشان كنت تعبانه شويه، كان عندي التهاب في زوري بسبب تغيير الجو، يا دوبك ببتدي اقدر اتكلم دلوقتي. هنا انا هصور لكم اسم القرية، هيجي لي يافطة دلوقتي بتاعة القرية هصورها لكم. يا رب تكون جولة ممتعة، انا بصراحة استمتعت بيها جدا. اهي اليافطه، هعمل لكم ليها زوم دلوقتي. قريه المنتزه السياحيه، اسيبكم بقى مع الفيديو، لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.